نشرة الأخبار. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: توقيع اتفاقيتي تمويل مع مجمع تويوتا لإنجاز مشروعين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بسيدي بوزيد وتوزر. تسليم أكثر من 136 مورد رزق جديد لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي. 9 شهداء وأكثر من 300 جريح في تفجيرات جديدة لأجهزة اتصالات لاسلكية في لبنان. الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار يطالب بانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. إلى التفاصيل. أهلا بكم. تم مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة توقيع الاتفاقيات المباشرة مع مؤسستين تابعتين لمجمع تويوتا الياباني لإنجاز محطتي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولتا ضوئية بكل من ولايتي سيدي بوزيد وتوزر بتمويل وإنشاء كل من النرويج واليابان وفرنسا وبكلفة جملية قدرت ب 79 مليون يورو. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي لدى وزيرة الصناعة والتجارة والطاقة والمناجم وائل شوشان أكد أن هذه المشاريع سيكون لها الأثر الاقتصادي الكبير على بلادنا. يزود مشاريع بقدرة 50 ميجاوات لكل مشروع في كل من منطقة الخبنة من معتمدية مزونة في ولاية سيدي بوزيد والمشروع الثاني في توزر. التكلفة الجملية للزوز مشاريع هذه هي 79 مليون يورو. باش تكون عندها أثر اقتصادي كبير على تونس لأنه باش تمكننا من اقتصاد حوالي 45 مليون دينار سنويا من واردات الغاز الطبيعي. زوز مشاريع هذه هي تجي في إطار الدفعة الأولى من مشاريع اللي تم إطلاقها سنة 2018 بطلب عروض دولي ل 500 ميجاوات من الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية. كان أول مشروع فيها انطلق في الأشغال مشروع القيروان اللي كنا وضعنا حجر الأساس متاعه في ميل الفارد. هذا مزود مشاريع اللي يتبعوا مشروع القيروان كما قلت لكم بقدرة 50 ميجاوات لكل واحد. وفما مشروعي قفصة وتطاوين، قفصة قدرة 100 ميجاوات وتطاوين قدرة 200 ميجاوات، إن شاء الله باش ينطلقوا في الأشغال. كنا وقعنا الاتفاقيات متاعهم في ميل الفارد باش ينطلقوا في الأشغال إن شاء الله في سنة 2025. إذن باش تكون هذه 500 ميجاوات الأولى من البرنامج. كما أشار كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي لدى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم وائل شوشان إلى أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة نشرت طلب عروض جديدة في أواخر سنة 22 و2000 يهدف إلى تركيز 1700 ميجاوات من الطاقات المتجددة. بالتوازي مع هذا كانت الوزارة والحكومة التونسية أطلقت طلبات عروض جديدة بقدرة 1700 ميجاوات على 3 سنوات القادمة على الفترة 2024-2026. وكان كانت الوزارة تلقت 9 عروض بالنسبة للدفعة الأولى بالبرنامج الثاني 1700 ميجاوات بتعريفات الحقيقة محترمة جدا. توا يتم الفرز الفني لهذه الطلبات اللي تلقيناها، سيتم التواصل في هذا البرنامج الجديد مع إطلاق طلبات عروض كل 6 أشهر تقريبا. في خبر آخر، أكد رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي سمير جرابة أنه تم قبل العودة المدرسية تزويد المكتبات في كامل تراب الجمهورية بكل العناوين، مشيرا إلى أنه تم طباعة 13 مليون نسخة من الكتاب المدرسي. بالنسبة للعودة المدرسية 24-25 كل الكتب متوفرة في المكتبات اليوم، ثم حتى عنوان متخلف. عملنا 13 مليون نسخة كتاب اللي استلزمنا نجيبه 5400 طن من الورق من شركة عجين الحلفاء والورق بالقصرين قبل العودة المدرسية وقبل نهار 5 سبتمبر. كل العناوين وبدون استثناء متواجدين في المكتبات، ربما بعض العناوين للتراج متاح معنا صغير كما جماعة الباك أو النموذجي ما هم موجودين، ما نجموش نحطوهم في كل المكتبات. أنا تونس فيها 6000 مكتب أو ما يزيد، والكتاب مطبوع مثلا في 5000 ولا 4000 نسخة. ترى مكتبات أخذوا حذاء المدارس هذوما المختصة يشوفوهم يعملوا 4-5 مكتبات يلقى واحد ما يخص الكتاب المدرسي سنة أقل تكلفة من أكثر سنوات هذا وتربع عهود ورساء على الناس تشاركوا بتكلفة برسك زاهدة.
شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من اليوم في تسليم 136 مورد رزق جديد بعنوان سنة 24 و2000 لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي بولايات سيدي بوزيد وجندوبة والقيروان وزغوان ومنوبة والمهدية ونابل. المشاريع المحدثة ستوزع على 20 معتمدية وستمكن من التدخل المباشر لفائدة 401 تلميذا مهددا بالانقطاع المدرسي من مختلف المستويات الدراسية. كهيئة مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة المرأة سماح اليحيوي: برنامج أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي هو برنامج لفائدة العائلات اللي تعيش فيها شاشة اقتصادية، وبفضلها يتمكنوا الأسر من مساعدة أبنائهم على تخطي الصعوبات المالية، لا فقط من أجل ضمان حقهم في الدراسة وإنما أيضا لضمان فرص حقهم في استكمال الدراسة. لذلك قلنا أنه موجه ل 401 تلميذ مهددا بالانقطاع المدرسي. المشاريع هذوما بتتراوح ما بين مشاريع فلاحية، خدمات، صناعة المرقوم، تحويل منتجات فلاحية. الموارد الرزق هذه تحدث حسب مهارات الأم وحسب قدرة الأم على إدارة مشروع ما. كلهم موارد رزق حاضرة للتسليم وباش يتسلموها المنتفعات مباشرة. أصدرت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس العدد الجديد من نشريتها في رحاب قرانا للسداسية الأولى من السنة الحالية، وذلك لأول مرة باللغتين العربية والفرنسية بعد أن كانت تصدر باللغة الفرنسية فقط. وأفاد المنسق الوطني للاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد سامي لكشو اليوم أن العدد الجديد للنشرية يندرج ضمن توجهات الجمعية لمزيد دعم خطتها الاتصالية ومد جسور الحوار والتواصل مع المتعاملين معها وتعزيز المقروئية والحوكمة فيما تقوم به من أنشطة. يستقبل نحو 2040 كتابا أكثر من 60,000 تلميذ يدرسون في قسمي سنة التحضيرية وسنة التمهيدية. وتعتمد الكتاتيب التي تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية برنامج دليل مرجعي للتربية بالكتاتيب ومنهج السنة التحضيرية لوزارة التربية وفق ما ذكره بلاغ لوزارة الشؤون الدينية نشرته اليوم. وأفاد البلاغ بأن وزارة الشؤون الدينية تحرص على تنظيم برامج تكوينية دورية للمؤدبين على المستويين الجهوي والوطني لتطوير أدائهم ومواكبة المستجدات في قطاع التربية والطفولة. في خبر آخر، أعلنت وزارة الشؤون الدينية التمديد في فترة التسجيل لأداء فريضة الحج لمدة 10 أيام بداية من اليوم وإلى غاية 27 من سبتمبر الجاري. ودعت المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بواعد المعتمدية لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. يتواصل بعد ظهر اليوم ويوم غد تساقط الأمطار بالمناطق الغربية للجنوب والوسط لتشمل المناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز 90 كيلومتر في الساعة وفق ما فاد به للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي. تميز الوضع الجوي بظهور سحب رعدية نشطة بالمناطق الغربية للجنوب وكذلك للوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للحرارة القصوى تتراوح ظهرا من بين 25 و 33 درجة، تكون في حدود 22 بالمرتفعات الغربية وتصل إلى حدود 37 بأقصى الجنوب. وينتظر تواصل نزول الأمطار يوم الغد الخميس بالمناطق الغربية للجنوب، ثم تشمل الجهات الشرقية وتكون الكميات محليا هامة تتراوح ما بين 40 إلى 60 وتصل محليا إلى حدود 90 مليمتر، خاصة بولايات قفصة، سيدي بوزيد، صفاقس وجهة الساحل وجهة الوطن القبلي. كما ينتظر أيضا أن تكون الرياح قوية لتتجاوز مؤقتا 90 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ندعو الجميع إلى ملازمة الحذر وكذلك الحيطة والانتباه القصوى لهذه الوضعية الدقيقة.
نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. ونمر الآن إلى الأخبار العالمية، حيث هزت اليوم انفجارات جديدة لأجهزة اتصال لاسلكية ضاحية الجنوبية لبيروت وعددا من المناطق اللبنانية، وذلك بعد يوم من وقوع هجمات واسعة عبر أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله. ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن الموجة الثانية من تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان استهدفت الشبكة البديلة للحزب بعد انفجار أجهزة الاستدعاء أمس. وخلفت أحدث الانفجارات في حصيلة أولية استشهاد 9 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين حسب وزارة الصحة اللبنانية. وسيعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بعد غد الجمعة لبحث تطورات الوضع في لبنان. التفاصيل في التقرير التالي لمعز الجليبي. نقل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصدرين إسرائيليين أن الهجوم الذي وقع اليوم هو المرحلة الثانية من العملية الاستخباراتية الإسرائيلية ضد شبكة اتصالات حزب الله. جاء ذلك في وقت أكد فيه قيادي في حزب الله أن الحزب يواجه مرحلة جديدة، وحذر إسرائيل من أن العقاب آت لا محالة. تحذير يأتي في وقت توالت فيه الإدانات للتفجيرات المتزامنة للأجهزة اللاسلكية التي استهدفت أمس عناصر حزب الله وخلفت وفق حصيلة مؤقتة 12 شهيدا و2800 جريح بينهم مدنيون. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ندد اليوم بهذا الهجوم الإجرامي وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه، مؤكدا أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. ومن جهته أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل التفجيرات العدوانية، مشيرا إلى أنها تعرض الأمن والاستقرار في لبنان للخطر وتفاقم من خطورة التصعيد في المنطقة. أما الولايات المتحدة فقد نفت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين ضلوعها في هذا الهجوم، مؤكدة أنها لم تكن على علم مسبقا به. جاء ذلك في وقت تحدث فيه تقرير إخباري عبري عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي قبل دقائق من الهجوم بأن تل أبيب ستنفذ عملية في لبنان، ورفض مده بالتفاصيل. في الأثناء تواترت الأنباء عن طبيعة التفجيرات التي تشير أصابع الاتهام إلى أن إسرائيل تقف وراءها. وسائل إعلام لبنانية أكدت أن أجهزة البايجر التي انفجرت كانت مفخخة من مصدر استيرادها، حيث تم زرع قطعة إلكترونية تحتوي على مواد متفجرة انفجرت تلقائيا بعد 4 ثوان من تلقيها رسالة بتكنولوجيا متطورة. ورجحت مصادر لبنانية أن يكون جهاز الموساد شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقفان وراء هذا الهجوم العدواني. وكشف موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عن أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كانت تخطط لتنفيذ الهجوم كضربة بداية مفاجئة لهجومها على حزب الله بهدف إضعافه، لكنها تخوفت من احتمال اكتشاف حزب الله هذا المخطط، مما دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه وقيادات الجيش والاستخبارات إلى الإسراع بتنفيذ الهجوم أمس. ونمر الآن إلى الشأن الفلسطيني. وفي اليوم 48 بعد 103 للعدوان الصهيوني على غزة، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف مكثفة لمبان ومربعات سكنية في مدينتي غزة ورفح، وذلك في إطار مخططاته لتوسيع احتلال ممر نتساريم ومحور فيلا تلفيا، ما أدى إلى سقوط حجرات الشهداء والجرحى. وارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرتين في القطاع خلال 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و54 جريحا، ما يرفع حصيلة ضحايا الحرب المدمرة إلى 41,272 شهيدا و95,551 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي وفق وزارة الصحة في غزة. يأتي ذلك فيما كشف الإعلام العبري عن أن 27 وزيرا وعضوا بالكنيسة طالبوا رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو بالتصديق على خطة لإخلاء شمال قطاع غزة وحجب المساعدات الإنسانية عنها وأعلنه منطقة عسكرية مغلقة.
دبلوماسيا وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة طارئة اليوم بأغلبية 124 صوتا على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا. كما يطالب مشروع القرار غير الملزم بوقف بناء المستوطنات وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. توقيع اتفاقيتي تمويل مع مجمع تويوتا لإنجاز مشروعين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بسيدي بوزيد وتوزر. تسليم أكثر من 136 مورد رزق جديد لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي. 9 شهداء وأكثر من 300 جريح في تفجيرات جديدة لأجهزة اتصالات لاسلكية في لبنان. الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار يطالب بانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المشد. إلى اللقاء.